حول ولا يا الله يا الله ما عاد في ظهر. زياد إبرة 10 سنتي في نيل يشبه الإبرة موجودة تحت قاع الكيس. طول شيء نعطيه في نيل مسكن أساس يهدى ثم نبدأ نعالج الجروح. الله المستعان يمكن نعلق له يمكن ما نعلق له. حطيته مويه ولا ما حطيته؟ الشباب الله يمسهم خير. زياد ابو سعود ابو ناجي لا لا طلع 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 الابره طلع يلا شوي شوي. ما عندنا بخاخات ما تنفع مع مع الوضع ذي. فنحط فرزون ماده مضاد حيوي مرطب لان في جفاف حاد الجلد مره ابدا. الله مصيبه كارثه. بعد الفرزون نعبي الجروح حبيبي بودره. بودره هذه تفيد ايش؟ زي اللبخة بديل لبخة تجفف خفيف ما هو بسيط. فهذا الفرزون يعتبر مسكن ومضاد حيوي بنفس الوقت. مضاد حيوي قوي طبعا لأن في نسبة كورتيزون عالية. بعد نحط البودرة عشان ما تبني هنا فطريات والناموس والذبان ما يبيض داخل الجروح فتضاعف الجروح. فكان الحصان أصلا هدي قام ووقف على نفسه.